التيتانوس أحد أكثر الأشياء خطورة، ومع ذلك بيتجاهلها كتير من الناس. والسؤال بقى هو ليه لو دوست على مسمار مصدي؟ دي حاجة خطيرة جدا، وما ينفعش نستهين بحاجة زي دي سواء لينا أو لأطفالنا، وخصوصا الأطفال. فتعال معايا كده علشان هقولك على أهم المعلومات عن التيتانوس وليه ما ينفعش نستهين بيه، وإيه هو التاريخ المرضي للتيتانوس. بداية كده، فكانت أول حالة للتيتانوس مسجلة في التاريخ كانت مع الطبيب اليوناني أبقراط، واللي كان بيبحر مع ربان سفينة مريض جدا، واللي كان بيعاني من عدوى شديدة سببت له ضغط الفكين وانغلاق الأسنان وتشنج عضلات الرقبة والعمود الفقري. وقتها أبقراط بقى سجل النتائج دي، لكنه لم يتمكن من علاج المرض الغامض ده، وبعد 6 أيام مات القبطان ده بسبب المرض. يقوم العلماء يقولوا بقى انها اول حالة للتيتانوس مسجلة في التاريخ. طب ازاي بقى بتحصل الاصابة؟ وايه الكائن اللي بيسببه والمخاطر من الاصابة دي؟ اولا كده لازم تعرف ان التيتانوس غير الالتهابات البكتيرية المعروفة زي السل او التهاب الحلق مثلا، فهي لا تنتقل من شخص لاخر، لكن في نوع من البكتيريا اسمها كلوستريديم تيتاني بتصيب جسم المريض من خلال الجروح والسحاجات والخدوش. ومكان الإصابة دي بتكون السبب وراء ارتباط التيتانوس بالحاجات المصدية أو الخردة المعدنية اللي ممكن تسبب الجروح دي. لكن مش ده بس هو الأساس، فمش معنى أنك اتجرحت من حاجة مصدية يبقى لازم تصاب بالبكتيريا. علشان كده ناس كتير لما بتتجرح ما بتاخدش أي أكشن، ومع ذلك ما بيحصلش ليها حاجة خالص. فالبكتيريا بقى غالبا بتكون موجودة في التربة والسماد والأوراق الميتة، لكنها بتفضل على قيد الحياة لسنوات، وده بيكون على شكل جراثيم حتى لو كان في الحرارة الشديدة جدا أو في الجفاف الشديد. ومع وجود أي شيء معدني بقى وخصوصا لو مصدي فممكن يعمل جرح، فتستغل بقى البكتيريا أو الجراثيم دي الفرصة وتدخل للجسم، وبمجرد الدخول بتبدأ الجراثيم دي في الإنبات، فتطلق في العملية دي بقى شوية سموم كده بما فيها توكسين التيتانوس القاتل ده، فتمتص النهايات العصبية السم ده وتسحبه للدماغ والحبل الشوكي، فيدمر الخلايا العصبية الداخلية واللي في الأساس أصلا بتشتغل مع الخلايا العصبية الحركية علشان تنظم حركة العضلات، فيتسبب التوكسين ده في تقلصات وتشنجات عضلية صعب السيطرة عليها. وفي خلال 7 لـ10 أيام كده بيشعر المريض بألام عامة ومشاكل في البلع وقفل الفك، ومع انتشار السم بتتصلب العضلات أكتر، واللي بتسبب في كتير من الحالات تقوس الظهر بشكل مريب. ولو ما تعالجتش التشنجات دي فهتكون أكثر صعوبة، وهيدخل التوكسين ده على عضلات القصبة الهوائية والصدر، وده ممكن يسبب اختناق في خلال 72 ساعة من ظهور الأعراض. فشوف بقى صعوبة الأعراض، فربنا يسترها علينا جميعا ويعافينا. إلا أنه ولحسن الحظ العلماء وضعوا خطة قوية للتعامل مع العدوى دي، وده من خلال تنظيف الجرح وإعطاء المريض المضادات الحيوية اللي هتسبب قتل البكتيريا ومنع المزيد من إنتاج السموم، وبعدين يحقنوا المريض بمضادات السموم علشان يمنعوا انتشاره في الجسم، وخصوصا انه يدخل الجهاز العصبي المركزي. وبعد فترة كده بيبدأ المريض ياخد حاجة تعمل ريلاكسيشن للعضلات عشان يوقفوا التشنجات. طب ليه المفروض اول ما نصاب ناخد حقنة؟ وايه هو افضل وقت لعلاج البكتيريا دي؟ طبعا افضل وقت هو قبل حدوث العدوى. فلقاحات التيتانوس اللي تم تطويرها في اوائل 20ات القرن الماضي كانت ضرورية للوقاية ومنع انتشار الإصابة. علشان كده العلماء وصوا بسلسلة من الحقن بتبدأ من عمر 2 وبتنتهي بسن 12 سنة تقريبا. ورغم كده مازال أكتر من 20,000 رضيع بيموتوا سنويا بسبب التيتانوس، ومعظمهم طبعا في البلاد الفقيرة، وده لعدم توفر اللقاحات ليهم. طب الأطفال حديث الولادة بيكونوا أكثر عرضة للخطر؟ طبعا وخصوصا لو لم يتم تطعيم أمهاتهم. فالتيتانوس بقى لا يزال واحد من الأمراض اللي بتشكل تهديد لصحة الناس وخصوصا الأطفال. علشان كده الناس لازم تاخد بالها كويس من تطعيم أطفالها، بالإضافة للحرص واتخاذ التدابير الطبية لمنع العدوى، وده لو حدث ليك جرح. فدي بقى نبذة مختصرة عن التيتانوس.